علي صيام مقبول. نعم عليك استاذنا العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبي الله العالمين بالزهراء محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القران ترتيلا. نحن وفد من محافظه ميسانه، جئنا الى المسابقه القرانيه الوطنيه الثالثه التي ترعاها العتبة العباسية المقدسة. أتمنى من الله أن يوفق الجميع لمزيد من الإبداع والقرآن الكريم إن شاء الله. وأنا الحافظ علي محمد محسن، جئت من ميسانة إلى كربلاء المقدسة، ضيف شرف إن شاء الله، بارك الله، وليس من المتسابقين ولا من الحفاظ والقراء، بل اشتركت في المسابقات السابقة، في المسابقة القرآنية الفرقية الأولى والثانية. أتمنى لك كل التوفيق.